التساؤلات القانونية والسياسية الكثيرة التي خلفها اتفاق المبادئ بين تركيا والاتحاد الأوروبي قبل 10 أيام بشأن مسائل ترحيل اللاجئين إلى تركيا وأوضاع حقوق الإنسان فيها تدفع نقاشات القادة الأوروبيين إلى الحذر من تداعيات اتفاق قد يكون عرضة للتشكيك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. عندما نناقش الهجرة غير الشرعية من المهم أن يتم بحث وضع كل مهاجر على انفراد إذا تقرر ترحيله إلى تركيا ونبحث عن حل وسط معها. الخطة المقترحة تقتضي توطين لاجئ سوري من تركيا إلى إحدى دول الاتحاد في مقابل قبول تركيا استعادة اللاجئ السوري الذي يصل إلى اليونان بصفة غير شرعية. تركيا لا تحترم معاهدة جنيف، وإذا نظرنا إلى السوريين في تركيا فإن 90% منهم لا يتمتعون بالخدمات الأساسية ونصفهم أطفال، خاصة وأن التشريعات التركية لا تمنح صفة اللجوء سوى للأوروبيين. الاختلافات في صفوف دول الاتحاد تجعل المقاربة الجماعية هزيلة، لأن عددا من الدول الأعضاء لا يقبل الاتفاق المبدئي مع تركيا، ولا يقبل أيضا توطين اللاجئين السوريين، ما يضعف تعقيدات الموقف الأوروبي أمام تركيا. يجب أن يقود الاتفاق إلى حل أزمة الهجرة ويساهم في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة التي تتضمن التقيد بمعاهدة شنغن ووقف المبادرات أحادية الجانب وتقديم المساعدات الإنسانية لليونان ودعم دول البلقان والتعاون مع تركيا. بلغاريا أعربت عن قلقها من أن تكون الطريق البديل للمهاجرين بعد وقف تدفقهم من تركيا إلى اليونان، وإيطاليا تخشى من ناحيتها من أن يقود الاتفاق إلى فتح طريق اللجوء عبر البحر الأدرياتيكي. الخطة المقترحة تقتضي توطين 72 ألف لاجئ سوريا من تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولكن على أساس طوعي، بينما تحاول تركيا ربط وقف تدفق اللاجئين بالتزامات تقدم مفاوضاتها في عضوية الاتحاد الأوروبي، وكثيرون يصفون الموقف التركي بالابتزازي. نور الدين الفريدي، العربية، بروكسل.